مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لاعب 12 والشرقية وحلقة جديدة ومحور رياضي مهم رح نتحدث به اليوم إن شاء الله بعد الفاصل القصير. أتمنى تبقون ويانا. حقيقة حديثنا اليوم يعني أثار انتباهنا وأثار تساؤلات كثيرة، ظاهرة من سنوات طويلة وممتدة ووصلت إلى هذه الأيام عن الرياضة العراقية بشكل عام، وهي غياب البطل الجامعي، البطل اللي يتخرج من كلية التربية الرياضية ويلعب بمنتخبات وبأندية بكل الألعاب طبعا ويحقق أرقام ومستويات عالية، بمعنى أنه أصبحنا قليل نشوف بطل متسلح بشهادة جامعية بمستوى عالي. الطلبة اللي يدرسون بكليات التربية الرياضية قليل منهم يذهب للأندية، يذهب للمنتخبات، وهذه حقيقة يعني ظاهرة بها الكثير من السلبيات. دائما لما يكون البطل خريج جامعة مثل ما كان الحال بالثمانينيات، أغلب لاعبي منتخباتنا وأنديتنا، أبطالنا بالألعاب الفردية وحتى بالألعاب الجماعية، متسلحين بالشهادة العلمية، يكون نجم رياضي بشكل مختلف، سواء على مستوى تعامله مع الإعلام، الصحافة، حديثة، تعامله مع الأزمات، المشاكل اللي يمر بيها بكل الجوانب، وأيضا على مستوى مهنيته ودراسته واستغلال كل الأمور اللي يمتلكها وقدرات يمتلكها في سبيل أنه يحقق نتائج وأرقام قياسية في رياضته ولبلده. فبالتأكيد نقاشنا اليوم بالكثير من العلمية إن شاء الله، والعمل على أن يكون هناك فعلا تفعيل لعودة وجود بطل أو أبطال رياضيين يتخرجون من كليات التربية الرياضية المنتشرة في جميع أنحاء العراق. خلينا أولا نشوف تقرير لزيد السراجي لخص لنا موضوع الحلقة ونرجع لكم. مصنع الأبطال والرافد الذي غذى المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية بالكفاءات خلال العقود التي مرت، وحتى الآن تلعب كلية التربية الرياضية دورا مهما في ذلك ومساعدا في عملية احتضانها للفرق الرياضية على قاعاتها وملاعبها التدريبية، كما لها الفضل في تأهل الرياضي بمختلف اختصاصاته من خلال دراسته الأكاديمية والتي تزيد من ثقافته الرياضية عبر تدفق المعلومات المهمة إليه فيما يتعلق بقوانين الألعاب وطريقة التغذية والتعافي من الإصابات. أما عمليا فتعمل الدروس فعليا على صقل موهبته وإتقانه للتكنيك بصورة أفضل. كوكبة من الرياضيين تخرجت من هنا وأصبحت اسما رياضيا لامعا يشار له بالبنان، والفضل يعود لكلية التربية الرياضية الأم التي أغنته بالمعلومات مع مساهمتها ببناء الطالب بشكل صحيح. ويبقى الجانب المعرفي مهما جدا للرياضي عند دخوله إلى كلية التربية الرياضية والتي تلعب دورا مهما برفده بالمعلومات على الجانبين النظري والعملي، ومن خلال تخريجها للأبطال الرياضيين والمدربين والحكام والأساتذة الأكفاء على جميع الأصعدة والمستويات. من داخل كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد، للاعب 12 زيد السراج. إذن بالتأكيد نتفق أنه البطل الرياضي كل ما كان متسلح بشهادة علمية، بشهادة جامعية، تكون فرص نجاحه بعمل الرياضي أكبر وأفضل وأحسن. هنا نتيجة ظروف البلد، الوضع اللي يعيش العراق، ده نشهد انحسار هذا البطل، عدم تواجده، كل الاعتماد بإنتاج الأبطال يكون على الأندية وأقل منها بكثير، ربما مراكز الشباب أو مراكز إنتاج الأبطال أو صناعة الأبطال التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اللي يعني حقيقة على حد علمنا لليوم إحنا ما شفنا بطل طلع قال أنا خريج
من مدرسة لمدارس وزارة الشباب والرياضة، رغم أنه هذا العمل بها يتم يعني على مديات متوسطة ومديات طويلة. نتمنى نكون يعني فعلا غلطانين وفعلا أكو عملية صقل لهذه المواهب ووصولها، لكن الموضوع حديثنا هو الحديث عن إنتاج، عن ظاهرة إنتاج أبطال يحملون شهادات علمية عالية، شهادات جامعية عالية. الكل الآن الرياضيين يا أما يتفرغ للرياضة يا أما يتفرغ للدراسة، يا أما يأخذ شهادة يا أما يروح يقدم يلعب بالمنتخبات ويمثل منتخبات وأندية. الجمع بيناتهم أصبح قليل ونادر جدا. بالتأكيد خبرائنا الأكاديميين كانوا موجودين حاضرين بالمناقشة بهذه الحلقة، راح نستمع إلى رأيهم. طبعا الكابتن القدير الكابتن يحيى علوان الأكاديمي الرياضي الكبير الدكتور يحيى علوان، وأيضا الدكتور مصطفى صالح راح يتحدثون عن هذا عن هذه الظاهرة. نسمعهم ونرجع لكم. والله التربية الرياضية بفوائد كبيرة جدا بالنسبة لأي رياضة يعني يدخل بيها. يعني بالبداية كنت أنا لاعب منتخب شباب ودخلت كلية التربية الرياضية واستفاديت شيء كثير كجانب ميداني وجانب أكاديمي بهذا الجانب. وبعدين صرنا معيدين بالجامعات وحصلنا على شهادة الماجستير وشهادة الدكتورة والاستمرار. ودائما التربية الرياضية هي يعني هي السباقة في جلب المعلومة، يعني مع معلومة قديمة يجب أن تجدد، أكو تصير عندك فجوة معرفية لازم يكون عندك لازم تجديد ولا تضيع الأمور بشكل كبير. يعني هسه أنا بالدكتورة بس مشارك بدورات، شارك دوراتي المن الدورات كل الخدمة، يعني ثلاث كتب أنا راح أصدر على المعلومات الجديدة في كرة القدم، يعني الجديد في كرة القدم مثلا هذا يرفع من أداء اللاعبين من أداء الأندية من أداء حتى المنهج التدريبي بالنسبة للكلية، لأن إحنا منهجنا قديم بصراحة لازم يكون تجدد تكون هاي شنو يعني المدرس لازم هو اللي يعني يقوم بهذا العمل يعني حتى يستطيع، لأنه هو أعرف بالاختصاص ماله يعني إن الاختصاص لأن يعني كرة القدم تتجدد شيء فشيء، فنحتاج إلى أنه نتواصل بشكل كبير. يعني الحقيقة أولا تعتبر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة هي الكلية الرائدة الأولى بالعراق وقد تعد من الكليات الأوائل بالوطن العربي، أسهمت بشكل فعال في بناء جيل كامل قياديا يعني جيل إداري وجيل فني بالإضافة إلى صقل المواهب الرياضية للمدربين. مثل ما تعرف العديد من الأبطال تخرجوا يعني على أيادي أساتذتنا وعلى أيادينا يعني من 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 أبطال ومن لاعبين منتخبات وطنية أندية رياضية. أنت اليوم إذا تمشي بكلية التربية الرياضية وكأنما تحس نفسك ماشي في لجنة أولمبية مصغرة، يعني تضم كافة المجالات من أبطال ومن لاعبين. الحقيقة احنا تستقطب كلية التربية الرياضية، كليتنا تستقطب أبطال الأندية، تستقطب اللاعبين المنتخبات الوطنية من خلال المهارات اللي يملكوها ومن خلال الخبرة الفنية اللي يملكوها، بدأ صقلهم أكاديميا مما يعني يولد إن قيادات رياضية جيدة، مما يولد مستويات رياضية عالية من قبل طلاب كليات التربية الرياضية، وهو هذا الدور الفعلي. سابقا كانت كلية التربية البدنية تقتصر على إنتاج المدرسين التربية الرياضية أو بعض القيادات الرياضية اللي هي العلوم الإدارية للرياضة، العلوم الفنية للإدارة، لكن حاليا لا، أصبحت كلية التربية البدنية من خلال دوراتها من خلال ممارساتها من خلال الندوات اللي تقوم بها هي تسهم بشكل فاعل حتى تتدخل في يعني تدخل في 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 شرح الوضع العام للرياضة، تتدخل في الكثير من يعني الأمور الفنية اللي تخص اللجنة الأولمبية. ودائما هسه إذا نلاحظ أنه اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب تلجأ في العديد من القضايا الرياضية إلى أساتذة الكلية التربية الرياضية من خلال تشكيل لجنة الخبراء من خلال أخذ المشورة والرأي من خلال من التربية من أساتذة التربية الرياضية. أفضل من يجاوبنا وخير من يرد على تساؤلاتنا بحلقة اليوم الدكتور عدي الربيعي عميد كلية التربية الرياضية. دكتور بداية أنا سعيد جدا وشرف كبير أن تواجدك ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية، ويعني حقيقة كونك عميد لكلية التربية الرياضية يعني أفضل من يجيب على تساؤلاتنا حول محورنا اليوم.
هل فعلا كلية التربية الرياضية أو كليات التربية الرياضية بشكل عام على اعتبار أنه أنت متواصل مع كل التربيات بكل المحافظات، هل هي فعلا أصبحت قليلة الإنتاج لأبطال يلعبون بمنتخباتنا وبأنديتنا وبفرقنا وأيضا يملكون شهادة جامعية بنفس الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ زيان حبيب، وعلى ضيفك الكريم الأخ العزيز دكتور يحيى، وعلى كل مشاهدي قناة الشرقية. شكري أيضا الجزيل لحضراتكم على طرح مثل هذه التساؤلات. نعم. الحقيقة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ليس فقط في جامعة بغداد وإنما في كل محافظات العراق، أختلف تماما أنه أصبح دورها قليل، إنتاجها قليل في رفض الرياضة العراقية بالرياضيين الأبطال. مع العلم احنا اذا عرفنا انه الدور الحقيقي لكليتنا هو ليس صنع البطل، وانما المحافظة على البطل وتجهيزه وتسليحه بالسلاح العلمي والاكاديمي. لذلك اذا تلاحظ حضرتك كل الاتحادات الرياضية اليوم اللي موجودة في رجون المنطقة وفي وزارة الشباب والقيادات الرياضية بشكل عام هم من خريجي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في عموم العراق. بالعكس دورنا فعال جدا، وإذا تلاحظ حضرتك الدورات التثقيفية والدورات التدريبية والانفتاح نحو المجتمع والشارع الرياضي كان هذا الشيء غير موجود في السابق. الآن بدأت كلياتنا في عموم العراق الانفتاح الكبير على المجتمع الشبابي لأجل صقل وتطوير القدرات الرياضية والإمكانات التدريبية لدى رياضيين ومدربين الشباب ممن لا يستطيعون الدخول إلى كلياتنا. هذا شيء جديد اللي بدينا نعمل عليه، فضلا عن نقطة مهمة وحساسة جدا أيضا. إذا تلاحظ احنا قبول الرياضيين سابقا كان بنسبة 5% فقط من حصة القبول في كلياتنا. اليوم وبعد التدخلات الكبيرة من قبلنا كلجنة عمداء الكليات اللي رئيسها فيها العراق مع معالي الوزير والسادة في وزارة التعليم العالي، زيدنا نسبة القبول من 5% إلى 10%. الهدف الأساسي اللي هو محاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من رياضيين وأبطالنا. تعرف الرياضي يختلف عن الآخرين بكونه يكون منشغل في التدريبات والانخراط في المعسكرات التدريبية والبطولات، لذلك دائما يكون تسلحه العلمي قليل ومعدله يكون قليل. لذلك احنا عملنا على انه رفع كل هذه الحواجز امام رياضينا في سبيل استقطابهم لاكمال دراستهم. يعني دكتور لو تسمح لي، يعني بالتاكيد انا خريج تربيه رياضيه، والدخول الى مثل هيك كليات يمكن السبب الاول والقوي به مثل ما نقول هو الرغبه. الان الرغبه بدخول هذه الكليات تتمثل بطريقين. اولا بطل رياضي قبل ما يدخل الجامعه ويريد يحصل شهاده علميه يقرنها بعمل الرياضي وبارقامه وانجازاته، او كليه التربيه الرياضيه تكون وسيله الى لتطوير قدراته العلميه والفنيه حتى يصل الى مستويات الابطال. انت من واقع حال تلمس فعلا اكو رغبه عند الشباب العراقي انه يصل الى هذه المستويات الفنيه والعلميه عن طريق كليه التربيه الرياضيه؟ الحقيقه هنا أنا سؤالك بشقين. نعم. وراح اكون اكثر صراحه وياك. يا ريت. عرفنا جمهور الكريم انه الصراحه حلوه. اكيد. الشق الاول اللي يخص الجانب الرياضي. يعني يكون على ثقة احنا رياضيين وأبطالنا لديهم الرغبة الشديدة والشديدة جدا لدخول إلى كليات التربية الرياضية. طيب. السبب الرئيس هو تطوير إمكاناتهم البدنية نحو الإمكانات العلمية لغرض أنه يكتمل الجانب العملي مع الجانب النظري، وبالتالي الحصول على شهادة أكاديمية تعينه في المستقبل بعد الاعتزال من عملية اللعب يتوجه إلى التدريب والإدارة. هذا الشيء منه ما كنا نواجهه سابقا. قلت لك هي النسبة القليلة لقبول الرياضيين الأبطال. نعم. نسبة قليلة كانت، اليوم بعد ما احنا كنا نقبل 15 اليوم وسعناها 30 وان شاء الله الى 40 طالب في كليتنا في المرحلة الاولى. هذا الشق الاول. الشق الثاني اللي قلت لك اكون صريح مع حضرتك. نعم. وهذه ايضا نواجه بها صعوبة للأسف، انه اللي يتوجه على كليات التربية الرياضية بسبب تدني معدلاتهم. نعم. تدني معدلاتهم اللي طلعوا في الدراسة الإعدادية، لذلك يجد أنه أنسب كلية تكون قريبة إلى معدلة هي كلية التربية الرياضية. نعم. وهذا ما كنا دائما على تواصل مع الإخوان في الوزارة لغرض تقليل نسبة هؤلاء المتقدمين وعكسها، يعني زيادة نسبة الأبطال وتقليل
نسبة الغير الرياضيين. طيب. الحصول أنا هدفي أحصل على رياضي أطور إمكانياته واستفاد منه مستقبلا. يعني إنه هذه العملية بالتأكيد هي عملية ما تصير خلال سنة أو سنتين. مسألة تقليل الناس اللي تقليل الطلاب اللي يجون مجبرين وزيادة نسبة الطلاب اللي يروحون مخيرين إلى كلية التربية الرياضية يعني عملية راح تأخذ وقت ربما يعني خلينا نقول من 3 إلى 5 سنوات نشوف إنه كليات التربية الرياضية نقول 80 إلى 75% من طلابها جايين برغبة إنه يجمع بين الأمور الفنية والشهادة العلمية. راح نفتح بعد أكثر معاك. يا ريت. لأنه موضوع هذا موضوع يمس الرياضة العراقية بشكل عام موضوع خطير. احنا ككليات تربية البدنية في العراق نعاني من عنده ونتمنى تعاون الجميع معانا لغرض انه تطوير رياضتنا وهذا واجبنا. سابقا كانت نسبة القبول 90% للادبي والعلمي و5% للرياضيين الابطال و5% للمهني. نعم. اليوم بعد التدخلات اللي صارت من قبلنا كلجنة عمداء قللنا نسبة الادبي والعلمي الى 85% والى 10% حصة الرياضيين الابطال و5 للمهني. اللي احنا عانيناه سابقا ليش كانت يعني النسبه عاليه للادب والعلم؟ كانت بعض الاتحادات الرياضيه اقولها وبمراره وبألم وبحسره بعض الاتحادات الرياضيه تزود وتمنح اناس غير رياضيين بشهادات او بكتب تأييد كونهم رياضيين وابطال وحاصلين على انجاز، وبالتالي صاحب المعدل الضعيف الغير رياضي اجى ينافس الرياضي البطل، وهذه كانت كارثه وضامه كبرى. اكيد. الان بعد التعاون مع الوزير الشباب الرياضه والاخ الكابتن عبد الحمودي والاخوه بالاتحادات ايضا تعاونوا معنا تمكننا انه نقضي على هذه الحاله بنسبه كبيره وكبيره جدا تصل الى 90%. فالحمد لله رجعنا الاستحقاق لرياضينا. هذا واحد فيما يخص الدراسات الاوليه. نعم. الدراسات العليا وهذه مصيبه ايضا كانت موجوده في السابق. الان سابقا كان اكو مقعد للرياضيين الابطال. نعم. في الدراسات العليا سواء كان لاعب اداري حكم اللغة هذا المقعد بسبب كثره الشكاوى اللي وصلت الوزاره بمنح كتب تاييد لابطال هم غير مو ابطال، وبالتالي يجي ينافس على هذا المقعد ينافس الرياضي ولغى هذا المقعد بسبب كثرة الشكاوي. والآن إحنا إن شاء الله مناشداتنا مستمرة مع معالي الوزير والأخوة في الوزارة لغرض إعادة هذا المقعد اللي هو حصة الرياضي البطل اللي يجب أن يكمل مسيرته العلمية بالماجستير والدكتوراه. طيب. إن شاء الله مناشداتنا تأخذ مداها وصداها، ونأمل من إخواننا العاملين في الاتحادات أنه نقلل هذا الشيء لخدمة رياضتنا، وان شاء الله نحصل على هالمفترض. طيب دكتور، يعني خلينا شويه نتحدث اكثر يعني. نعم. بصراحه اكثر الاثر اللي تتركه كليه التربيه الرياضيه طبعا، والاثر افضل من التاثير، الاثر اللي تتركه. نعم. كليه التربيه الرياضيه بالالعاب الفرديه يكون اكبر من ربما الالعاب الجماعيه، يعني الأثر اللي تترك المحاضرات والحصص بالألعاب الفردية يكون أكبر من الألعاب الجماعية. بالتالي كلية التربية الرياضية الآن على مستوى الألعاب الفردية ده تشهد، خلينا نكون صريحين، ده تشهد الآن. أنت الآن عندك أبطال بالعراق بمنتخبات وبأندية خريجين كليتك وده يلعبون مع المنتخبات وده يلعبون مع الأندية ومحققين أرقام، يعني أنت ده تشاهد ده تشوف إنجازك على أرض الواقع. راح اختلف تماما ويا حضرتك بهذا الشيء. طيب. اذا ما اجينا للالعاب الفرديه. نعم. اذا تلاحظ حضرتك انه خلدي من الجودو اقرب مثال. الجودو الان لاعبنا حسين علي حسين. نعم. تاهل الى الاولمبياد وهو كان يعني خريج اعداديه الصناعه واحتضناه كبطل رياضي في كليتنا. طيب. صقلنا امكانياته وتدري امكانياته الان مثل العراق في اولمبياد ريو 2016. نعم. هذا طالب في كليتنا. ايضا اللاعب علي تميمي اللي هو. نعم. ايضا احد ابطال العراق والعرب في الجمناستيك، هذا ايضا من خريجي كليتنا اللي تخرج هذه السنه. طيب. امتلك ايضا لاعبين ابطال في السكواش وفي المصارعه وايضا في المضرب، كل هؤلاء يمثلون منتخباتنا الوطنيه وهم اللاعبي او من طلبه كليه التربيه الرياضيه. يعني اذا تشوف اكو انتاج دكتور،
أنا سؤالي كان هل هو فعلاً إنه أكو إنتاج الآن من عدد لنا 3 إلى 4 رياضيين أو 5 رياضيين، هل هم النسبة اللي أنتوا ككليات تربية رياضية راضين عنها؟ طبعاً بعد إنه ما نحكي بس على جامعة بغداد فقط، على كل الجامعات، وأنت إذا عندك فكرة ممكن تجاوبنا، هل هذه النسبة اللي موجودة بالأندية وبالمنتخبات الآن هي نسبة مرضية لكم مقارنة بعدد الطلاب اللي يدرسون عندكم؟ لا لا بالتأكيد بالتأكيد أستاذ فيان، يعني ذكرت لحضرتك إنه إحنا أولاً نصقل البطل بس مو نصنعه، نعم، لكن نرعى البطل. اليوم إذا تيجي في فعاليات ألعاب القوى مثلاً، نعم، أقدر أذكر لك أكثر من 7 إلى 8 أسماء هم من أبطال العراق والعرب وغرب آسيا في ألعاب القوى، هم من طلة يزالون طلبة كليتنا. النسبة إحنا نشوفها قليلة، إيه أنا أقول لك قليلة، لكن السبب اللي ذكرته لحضرتك، نعم، هو هذا اللي كان نسبة القبول إلهم، هو هذا كان العائق أمامهم، النسبة قليلة. طيب. أنا من أقبل 10 بالسنة الدراسية الواحدة، أنت تعرف كم بطل يقدم لي؟ نعم. يقدم لي أنا كل سنة أكثر من 300 على حصة الأبطال. 300 النسبة المحدد بها من الوزارة 10، فلذلك ما ممكن استوعباني كل الرياضيين. طيب دكتور، هذه المشكلة. نعم دكتور لو سمح لي، ولو يعني حضرتك مستعجل لكن أريد أستغل وجودك. سؤال أخير لو سمحت، الطالبات يعني أخواتنا اللي يدرسون بكليات تربية رياضية، يعني هل هم طبعا عطفا على عادات وثقافات وتقاليد ربما تحد من تواجدهم وحضورهم على مستوى المنتخبات والأندية وعلى مستوى أيضا الدراسة، يعني هل هناك معالجات حتى نزيد من أثر التواجد الرياضة النسوية وتحسين الأرقام والنوعية والكمية بالنسبة لمنتخباتنا وأنديتنا؟ والله كابتن بيان، اللي موجود عندنا، نعم، الآن فيما يخص الرياضة النسوية، بطلات في الجوجيتسو، بطلات في الساحة وميدان، ولاعبات في كرة السلة، واليوم أكو بطولة كأس وزير الشباب، نعم، بكرة النسوية أيضا، من إحنا مشاركين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، مشاركين بفريق نسوي، نعم، هذه، نعم، البطولة، وأيضا عندنا لاعبات في الأندية مشاركين. يعني إحنا بين قوسين الرياضيات الطالبات اللي موجودات عندنا أبدا ما نواجه هيك معاناة ولا نواجه هيك صعوبة، والحمد لله. خل أكون بعد أكثر وضوح مع حضرتك، اليوم أفضل من السابق بكثير، الحمد في لله. الانفتاح الأفضل في الانفتاح نحو الجانب الرياضي النسوي، لكن إحنا بحاجة، لا نزال بحاجة ماسة إلى قيادات نسوية قادرة على صقل هذه الإمكانات والمواهب الموجودة لدى الرياضيات. وإحنا دائما ما ندعو المدربات والاتحادات الرياضية إلى زيارة كليتنا وانتقاء الطالبات اللي متميزات واللي من الممكن أنه يخدم منتخباتنا الوطنية. إحنا جاهزين للتعاون مع أي اتحاد رياضي يحاول استقطاب طالبات، وأبواب الكلية مفتوحة، لأنه هذا واجبنا نحو المجتمع ونحو رياضة. أكيد. دكتور عدير الربيعي، عميد كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد، أنا أشكرك الشكر الجزيل على وقتك وعلى تواجدك ويانا، على رأيك وصراحتك أيضا اليوم ويانا باللاعب 12 وبالشرقية، ممنون جدا لرأيك. وبالتأكيد يعني أصدقائي كلام مطمئن، وهو رجل عميد كلية تربية رياضية من حق يدافع عن عمله، من حق يدافع عن منجزه، يعني أو يعلن عن الإنجاز اللي سواه، لكن إحنا أيضا نريد عمل بعد بأكثر إنتاج أكثر. إحنا نحب نشوف كل رياضيين، غالبية رياضيين يلعبون ويدرسون، يلعبون ويتحصلون على شهادات جامعية وشهادات دراسية عالية، لأن يعني ثقافة الرياضي العراقي ثقافة مهمة كونه هو واجهة للبلد لما يطلع برا يمثل العراق. مجموعة أخرى من المختصين يتحدثون عن هذا الموضوع، نسمعهم ونرجع لكم. صراحة هذا المجمع العلمي الرياضي المختص بشؤون الرياضة أبا، وكان سباق في استقبال كافة الأندية والمنتخبات من الثمانينات ولحد هذا اليوم. احنا نستقبل أكثر من منتخب في كافة الألعاب الرياضية، ومنها بصورة خاصة كرة القدم، ملاعبنا جاهزة دائما متواجدة ومهيئة للمنتخبات الوطنية بصورة خاصة، وأيضا الأندية في دور النخبة والدور الممتاز، والكثير من الأندية
تمرنت على هذه الملاعب. مثل ما تعرف كلية التربية الرياضية دائما موجودة الإدامة على ملاعبها ومنشآتها، إذا كانت القاعات الداخلية والملاعب الخارجية والكثير من الدورات الدولية والدورات المحلية في كليتنا طبعا. وهذا الصرح هو خدمة للرياضة العراقية. أنا أتذكر أنه بالثمانينات حكمت في هذا الملعب، كانت هناك فرق تعاقب من قبل الاتحاد وتلعب، تستقبل فرق جماهيرية وجمهور كبير وعريض في هذه الملاعب. لحد الآن الملاعب مهيئة كليا وإحنا في خدمة الرياضة العراقية، والدليل الكثير من المنتخبات اللي حصلوا على الإنجازات هم اتمرنوا في ملاعبنا. حقيقة الكلية التربية الرياضية متمثلة بعمادتها وأعضاء مجلس الكلية مشكورين بتوفير ملاعب كلية التربية الرياضية لاتحاد ألعاب القوى أولا، وكذلك تدريب لاعبي المنتخب الوطني على مضمار مذكرة تعاون تم إبرامها بين الاتحاد وعمادة الكلية وفق استحقاقات مالية رمزية. حقيقة أيضا الكلية تحتضن نخبة من طلبة المراحل الأولية وهم يمثلون لاعبي الأندية ولاعبي المنتخبات الوطنية في لعب القوى. هؤلاء الطلبة هم سيكونون الرافد الحقيقي لاكتساب العلوم من خلال الأساتذة الذين هم أكفاء في المواد الاختصاص، كذلك سيكونون رافد حقيقي لاستفادة من إمكانياتهم التدريبية وإمكانياتهم الرياضية في البطولات التي تقام وفق بطولات الجامعات وكانت على مستوى كليات التربية الرياضية على مستوى العراق. رأي آخر مهم بالتأكيد، صاحب خبرة وتعامل مع هالموضوع، راح نسمعه الآن. السيد يوسف فعل الصحفي الرياضي اللي دائما صدر رحب ودائما رائع يعني بالتجاوب ويانا وتعامله ويانا، وبالتأكيد نشكره شكر جزيل على كل هذا وعلى وقته. سيد يوسف بداية مرحبا بك، دائما أنت رائع بتواجدك ويانا باللاعب 12 بالشرقية. من خلال متابعتك، من خلال ربما قربك في بعض الأحيان بعض الزمان أو المكان قربك من 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 هذا المحور، تشوف فعلا إنه كليات التربية الرياضية على مستوى العراق هي قادرة على إنجاب أبطال يحملون الميزتين، الشهادة الجامعية العالية والأداء الفني الرياضي العالي؟ بداية أرحب بجميع مشاهدي هذا البرنامج المميز ولك زميلي العزيز، وأنا أكون سعيد جدا بالتواجد معكم لطرح بعض الأمور التي تخص واقع الرياضة العراقية التي تسلطها من خلال هذا البرنامج بعين ثاقبة وبمهنية عالية. بصراحة كلية التربية الرياضية صرح رياضي كبير عملاق، يعني كان واحدا من أهم حلقات التواصل بين المواد العلمية والأمور النظرية وكذلك تطبيق الجوانب العملية لتطوير إيقاع الرياضة العراقية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. وبفضل ما تمتلك كلية التربية الرياضية من قاعات ومدرسين على مستوى عالي من أصحاب الشهادات العليا، كنا نطمح أن يكون الإيقاع أفضل من خلال طرح أمور جديدة وطي صفحة الإجراءات أو الطرح الكلاسيكي الروتيني التي دأبت عليه الكلية من خلال السنوات السابقة، وهي الاكتفاء بفتح الملاعب من أجل إقامة المباريات التجريبية والمعسكرات التدريبية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. عليها أن تطرق أبواب جديدة أستاذ فيان، والعمل مع متطلبات الواقع الرياضي الجديد الذي يشكو من التخلف في الاتحادات الرياضية والإخفاق في على المستوى الدورات القارية والعالمية. كنا نتمنى ونطمح أن تبادر كلية التربية الرياضية إلى تقييم علمي دقيق بإخفاق تريو. لماذا نخفق في الدورات الأولمبية؟ لماذا لا تستطيع الرياضة العراقية من إضافة وسام أولمبي؟ تكون هناك دراسة دقيقة، تشخيص السلبيات ووضع المعالجات
بالتعاون مع اللجنة الأولمبية العراقية. طيب سيد يوسف، يشكل على اللجنة الأولمبية لأنها لا تطلب من أصحاب الاختصاص أن يقدموا ثمرة أفكارهم من أجل تطوير الرياضة العراقية. طيب سيد يوسف، بالتأكيد هذا طرح ممتاز جدا، انه اللجنه الاولمبيه تستعين بالخبراء، تستعين بالناس اللي موجودين بكليات التربيه الرياضيه، تقول تعالوا يابا احنا ليش ما حققنا انجازات بالاولمبياد؟ شيء رائع، لكن احنا نعرف انه الوسام الاولمبي والانجاز على المستوى الرياضي خاصه بالالعاب الفرديه يحتاج لسنوات عمل طويله، ترتبط بتنشئه الطفل، ترتبط بتربيته، ترتبط بتواصله مع العمل الرياضي الى المستويات العاليه. احنا الان بالعراق البطل يظهر عندنا فجاه بثلاث سنوات، سنه سنتين يطلع، وبعدين ايضا مثل ما يصعد بسرعه ينزل بسرعه، لكن ربما الاساس الاهم بقضيه صناعه البطل وتعلقه وتمسكه بالعلم والاداء الفني مرتبط بالمدرسه. احنا اليوم غياب تام للبطولات المدرسية اللي تنمي حب الرياضة، حب الانجاز وحب الشهادة والتعليم بنفس الوقت عند الطالب الصغير. يعني هاي نقطة مهمة جوهرية حيوية، الرياضة المدرسية انتهت واصبحت العملية معكوسة سلبيا. نعم. كانت الفرق المدارس وبطولات التربية هي من تضخ المواهب والطاقات الواعدة الشابة إلى الأندية. الآن أصبحت القضية الأندية هي من تعطي وهي من تمنح اللاعبين لبطولات التربية. هذا أتى من خلال يعني الفشل والإهمال في درس التربية الرياضية. نعم. ضعف العديد من المدرسين بصراحة، ويكونون بأن درسهم هامشيا وليس يفرض هذا الدرس على كبقية الدروس. كثير من الأمور هذه نقطة مهمة غائبة عن بال وأسان اللجنة الأولمبية العراقية وكذلك من وزارة التربية ومديرية النشاط الرياضي. ونرجع بالنقطة أيضا طالما الموضوع يخص كلية التربية الرياضية، أيضا أن تكون هناك توعية بأن من قبل أساتذة كلية التربية الرياضية يضخوها إلى الطلاب بأنهم سيكونون مدرسين المستقبل، بأن درس التربية الرياضية درس مهم حال بقية الدروس من أجل فرض شخصية مدرس الرياضة على الجدول الأسبوعي وعلى الإدارة، حتى نستطيع من أن نخطي خطوة إلى الأمام، وليس كما يحدث بأن يكون مدرس التربية الرياضية هو يعني هو مساعد للمدير في قضايا الإدارية. هذا واقع بائس مرير انعكس سلبا على واقع الرياضة العراقية. هناك جانب آخر، كنا نتمنى من التربية كلية التربية الرياضية أستاذ فيان أن تقيم دورات تطويرية توعية لمدربي، نتكلم عن كرة القدم الآن، لمدربي الأندية الدوري الممتاز بالفسلجة القانون، يعني كثير من المتطلبات التي نفتقد إليها، دورات للتطوير وليس لمنح الشهادة، حتى نخطي خطوة، حتى نكسر هذا الحاجز بين كلية التربية الرياضية والأندية والاتحادات الرياضية. علينا أن نتعامل باحترافية. كلية التربية الرياضية الآن تمتلك العديد من القدرات والشخصيات الرياضية الراقية، لكن اعتمادهم على منهجية يعني الكتاب والدروس أثر تأثير سلبي على تعشيق هذه العلاقة مع الاتحادات ومع الأندية. بالتأكيد سيد يوسف، يعني العمل لازم يكون بأكثر من طرف متشارك مع طرف آخر، يمتلكون الاثنين الرغبة بالمصلحة العامة بالعمل الجماعي حتى يوفر فرص اللي اختصاص تطوير مناهج وتطوير العمل الإداري، هذا يجب أن يعمل بولاء وانتماء حقيقي. العمل داخل القاعة كلية التربية الرياضية بالقمة وقبلها
بالمدرسة أيضا، بصف الدراسة، بمدرس الرياضة، كل هذه عملية متكاملة بها الكثير الآن من النواقص، بها الكثير من ما نقول الشوائب، لأن الشوائب ممكن تزال بسرعة، لكن الكثير من الأمور الخاطئة متجذرة بعملية صناعة بطل رياضي حقيقي قادر على أن يكون صاحب إنجاز وأيضا حامل لشهادة علمية، مثل ما قال دكتور عدي الربيعي قبل قليل أنه النسبة اللي موجودة عندنا من الأبطال اللي خريجين كلياتنا قليلة جدا مقارنة بعدد الطلاب اللي يدرسون بكليات التربية الرياضية. أنا شكر جزيل أوجهه للسيد يوسف فعل الصحفي الرياضي اللي كان ويانا عبر التليفون. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يوسف على تواجدك ويانا. مجموعة أخرى من أهل الشأن الطلاب اللي يدرسون بكليات التربية الرياضية كان لنا معهم هذا اللقاء، نشوفهم ونرجع لكم. الحقيقة التربية الرياضية هي منبع، وكليتنا هي منبع لكل الأبطال الرياضيين سواء كان لاعب أو مدرب أو حكم. الأبطال أو الرياضيين عندما يدخلون كلية التربية الرياضية هم في معزل تماما عن الجانب النظري لكل الألعاب. فمثلا عندما يدخل لنا أي لاعب في أي لعبة من الألعاب سواء كرة قدم أو كرة يد أو كرة طائرة أو كرة سلة، هو يعرف وعنده معلومات عن بعض المهارات وعنده بعض النواحي التكتيكية، لكن كقانون كيف يمارس اللعبة من الناحية القانونية من الناحية المهارية لا معزل عن هذه الأمور. لذلك واجب تدريسينا ومدربين الموجودين في الكلية أن يحاولون يصقلون اللاعبين من كل الجوانب التي تخص اللعبة، من ناحية القانون، من ناحية المهارية، وكذلك من ناحية التكتيكية. كل اللاعبين وحتى الطلاب اللي عندنا في الكلية هم عندهم بعض الخبرات، لكن يعني يحتاج إلى صقل، يحتاج إلى دراية أكثر من اللعبة من كل الجوانب. لذلك تدريسينا وكل تدريسينا هم من كفؤين وصاحبين خبرة سواء في المجال التحكيمي أو المجال التدريبي أو المجال التدريسي. طبعا التربية الرياضية فادتني فائدة كلش كبيرة على مستوى يعني فهم الرياضة والثقافة الرياضية وعلى مستوى اللياقة، يعني هنا التدريب كلش عالي، يعني بمستوى التدريب منتخب وطني أو النادي، يعني استفادنا مع ثقافة رياضية إنه شلون الإصابة تعالجها أو شلون تحصل لياقة بأسرع وقت، يعني تجهيز لاعب كامل. عن اللعبة اللي مارستها طبعا هي مصارعة، استفاديت انه القانون تحفظه، استفاديت على مستوى التكنيك العالي شلون على تجهيز اللاعب باسرع وقت لياقه او قوه او تحاول يعني تسعفه بالاصابات، يعني استفاديت فائده كبيره انه ثقافه رياضيه. طبعا التربيه الرياضيه من اهم الكليات، بس البعض انه يجهل هذه الكليه او انه ياخذ عليها أو إنها كأنها فقط كرة قدم وبس، بس هي بالحقيقة تحتوي على جميع العلوم الرياضية، جميع العلوم، يعني الطب، تأهيل إصابات، بايوميكانيك، فيزياء، رياضيات، جميع العلوم، لغة عربية، لغة إنجليزية. يعني أنا كحارس مرمى كرة قدم طبعا ضافت لي هواي أشياء، طبعا منها إنه كيفية تأهيل الإصابات، كيفية العلاج، زين كيفية التغذية، كيفية النوم، التدريب، هواي هواي أشياء أضافت لي حتى بحياتي اليومية مو فقط الرياضية، أضيف هواي أشياء خاصة. وبالإضافة إلى اختصاص كرة القدم طبعا بإشراف أساتذة ودكاترة على مستوى عالي جدا، دكتور يحيى علوان، دكتور نزار أشرف، دكتور ضياء ناجي، هواي اختصاصات. إذا نشد على أيدي كل العاملين بكليات التربية الرياضية بكل محافظات العراق، بارك الله بكم، عمل كبير بالتأكيد رغم الظروف الصعبة، رغم المعاناة، لكن نتمنى من عندكم أن يكون العمل بكل مفاصله بكل جزئياته عمل حقيقي أكثر، حتى فعلا تكون نسبة الطلبة اللي يتخرجون من الكلية أو اللي يجون من الكلية وهم أبطال أكبر وأكثر، وبالتالي فرصنا بتحقيق النجاح على المستويات القارية والعالمية أكبر وأحسن، وهذا ما يجيب الخير والعزة والنصر إن شاء الله العراق. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، أتمنىكم كل الخير، إلى اللقاء.